طبعا حضراتكم زي ما اتكلمنا النهارده الحدث الاكبر هي قرعه كاس العالم للانديه. القرعه اللي اقيمت في زيورخ المدينه السويسريه، اوقعت القرعه فريقنا النادي الاهلي في مواجهه مع فريق دحيل القطري، هتكون ان شاء الله المباراه يوم الخميس 4 فبراير الساعه 7:30 بالليل. ان شاء الله ده هيتلعب المباراه على ملعب المدينه التعليميه في الدوحه، والفائز من المباراه ديت هيقابل العملاق البافاري البايرن ميونخ. ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي يكسب اول مباراه، وبعديها بقى نفكر مين اللي جاي، لان البايرن كمان من المباريات الكبيره اللي يحب النادي الاهلي يلعب فيها. يعني انتوا فاكرين واتكلمنا على جزئيه ان الكوره يعني ملهاش كبير، ويمكن اتكلمنا على مباراه البايرن في كاس المانيا، وان البايرن ميونخ كان بيلعب بكل نجومه، ويمكن يعني خسر او خرج من كاس المانيا عن طريق فريق من الدرجه الثانيه كيل، وكان الفريق يعني ظهر بمستوى عادي جدا رغم وجود عدد كبير من النجوم فيه. لكن البايرن طبعا قوه كبيره جدا جدا، لكن خلينا نتكلم بكل عقلانيه. ان شاء الله هي المباراه الافتتاحيه، هي المباراه الاهم في وجهه نظري، هي المباراه ان شاء الله اللي هتوصلك باذن الله للدور قبل النهايه على طول. ان شاء الله ربنا يوفق لعبتنا فيها. احنا عندنا فريق الدحيل فريق قوي، فريق متميز جدا جدا، عنده عدد كبير جدا من النجوم الكبار، عنده لعيبه محترفه على مستوى عالي جدا. هنتناقش كل دوت مع عمر البنوبي، لانه كمان عنده يعني عنده اخبار كتيره جدا عن هذا النادي. ان شاء الله ماتش النادي الاهلي وتحديدا الساعه 4 باذن الله، مباراه اللي تليها هيكون مباراه تجمع ما بين اولسان هونداي ده بطل اسيا مع فريق تيجريس، ده جريس اونال ده بطل كاس امريكا الشماليه والكونكاكاف. الفائز من الفريقين دول، حضراتكم عارفين المباراه الاخرى النهائيه في فريقين من البرازيل، يعني فريق من البرازيل بنتكلم على فريق قوي جدا جدا، عملاقين برازيليين، بنتكلم على فريق سانتوس، بنتكلم على فريق بالميراس. دول الفريقين ان شاء الله يكونوا يعني النهائي يوم 30. الفائز في هذا النهائي هيكون هيقابل او هيكون في دور التمهيدي لكاس العالم. ان شاء الله النادي الاهلي يعني دي المشاركه السادسه للنادي الاهلي. كلنا بنتكلم على طموحات كبيره جدا، بنتكلم على ازاي النادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره ديت القريبه جدا يستعد بشكل قوي جدا، ازاي النادي الاهلي يقدم مستويات تليق باسم اولا مصر، لان هو الممثل ممثل القاره الافريقيه وممثل مصر بشكل كبير جدا. ازاي النادي الاهلي باذن الله يعمل نتيجه جيده امام الدحيل ويصل للمباراه قبل النهائيه، وباذن الله كل الطموحات كبيره جدا جدا، والثقه كبيره جدا في لاعبتنا وجهازنا الفني ان احنا باذن الله نوصل للمباراه النهائيه.